ان المنبر هذا نهضروا عليه ويهضر علينا ويخبط علينا الطابله، غدوة حتى كي تدخل ما يقدرش يمارس معك هذيك الضغوطات، يكوفرينا بزاف ويدعمنا بزاف خلاص، وخلانا نزيدو نتعرفوا على ناس اخرين تدعمنا تشاركنا تخدم معنا، كانت دفعه لينا قويه صح. نتبادلوا راح نديروا شراكات راح نخدموا مع بعضنا. اكيد ستكون صعوبات اداريه لانه احنا شباب ما نعرفوش الاجراءات كيفاش حتكون. هذه المؤسسه الشبابيه اللي مختصه اللي راح تعاوننا في بزاف صوالح. المؤسسات كيما هادو نحتاجوهم في دعم الشباب وتبادل الافكار والمعلومات بين الشباب، مهمه جدا في الاقلاع الاقتصادي والمرافقه الجيده للشباب. لذلك احنا افكار كيما هادو ندعموهم دائما ونشجعوهم، خاصة أن سياسة الدولة متوجهة في هذا المجال لدعم الشباب ومرافقته. من بين أهم اللجان الموجودة في الهيكلة المجلس الأعلى للشباب هناك اللجنة المقابلاتية، والفكر المقاولاتي التي تدعم وتساند وتشجع الفكر المقاولاتي لدى الشباب الجزائري وتأخذ بيده.